عشوان رئيس الامين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئه، حضرتك اخر مستجدات المشاركه بتاعتكم في المؤتمر وطموحك فيه؟ اولا انا يعني الاتحاد مشارك في جناح المنظمات المجتمع المدني واللي عرض عن مشروعه اللي عمله في الجامعات المصريه والعربيه اللي هو التخلص الامن من المخلفات الالكترونيه وتاثيرها على التغيرات المناخيه، وده مشروع رائد ومشروع ان شاء الله احنا عممناه وهنعرضه مع هيئات كبيره يعني بشكل اكبر. الكوب ده فرصه لينا لتبادل الخبرات والتعرف على تجارب، وانا شايف انه فرصه جميله لمصر. يعني لو وزاره السياحه دفعت مليارات عشان تعمل ترويج سياحي، المؤتمر ده وصل الرساله ان 40,000 واحد بيتحركوا في شرم الشيخ بامان ويعني بحريه وبيقولوا اللي هم عايزينه ومحدش بيعترضهم. يعني مهما يعني كنا بذلنا من جهود مش كنا نوصل للرساله اللي عملها المؤتمر دي وتواجد الناس زي ما انت حضرتك شايفه. طب مشاركه العرب مشاركه مش بس الاتحاد، مشاركه الدول العربيه، ابرز المشاركات العربيه؟ المشاركه العربيه طبعا مميزه، والامارات بتعرض جناح مميز جدا. وعن ايه الكوب القادم؟ القطر بتاعت هي الامارات هتستضيف القمه القادمه 28 وشغالين فيها من دلوقتي يعني، وده كان اول مره ان دوله تعرف انها تستضيف الكوب قبلها بسنه. هو كان دايما الكوب بيحصل في اخره بيختاروا الدوله في القاره التاليه يعني، فحظنا ان دولتين عربيتين ورا بعض، واحده من افريقيا وواحده من اسيا ورا بعض، فاحنا بنكمل بعض وده دور جهد حلو. السعوديه عامله مبادره جميله مش في الكوب بس، ده بره الكوب، اللي هي مبادره السعوديه المبادره الخضراء، ودي ليها انشطه وبرامج لكل فده برضو دي تجربه مميزه قدام العالم كله. ادي مبادره عربيه موجوده. ايه تاني؟ قطر عامله مبادره جميله وبتعرض حتى لان مع اخر يوم لانتهاء الكوب هيبقى بدايه كاس العالم اللي بتستضيفه دوله عربيه اللي هي قطر، وعارضه كل الانجازات اللي عملتها في مجال البيئه وتحسين البنيه التحتيه والاستعدادات اللي اتعملت في قطر عشان استضافه كاس العالم. فدي كلها حاجات في الاجزاء العربيه جميله جدا. النهارده يوم العلم والشباب، ايه اللي قدمه الاتحاد العربي للشباب والبيئه في اليوم ده؟ شاركتوا بيه؟ احنا عارضين لينا اصدقاء كانوا بيعرضوا من فتره بسيطه عن شغلنا اللي عملناه في مجال الشباب في مجال التغيرات المناخيه، لان احنا من اوائل الناس اللي اشتغلنا. عايز اقول لحضرتك ان احنا من 2002 سليم عملنا انجاز وبصر.